على خير مشاهدينا، واهلا بيكم حلقه جديده من المجله السياحيه. زي ما احنا متعودين معاكم بنكون على مدار حوالي 50 دقيقه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم، وده من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. وايضا بنناقش ونتكلم عن موضوع خاص بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال فقرتنا الحواريه. هيكون موضوعها النهارده عن السياحه الميسره، يعني هذا النمط الحديث نسبيا في مصر، وده من خلال استضافه مصر لمنتدى السياحه الميسره في الدول العربيه. وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه سابقا. خلينا كالمعتاد نبتدي معاكم بفقره الاخبار، واولا العناوين. شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحي. شركات بريطانية تتوقع ارتفاع الحجوزات على رحلاتها السياحية إلى مصر في الصيف والشتاء المقبلين. وفي محافظة الفيوم افتتح هرم اللاهون لأول مرة منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتدي أخبارنا ب آخر تطورات موسم الحج هذا العام. بدأت شركات السياحة بالفعل إجراءات أخذ البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحي اللي بيصل عددهم ل 36 ألف حاج للموسم الحالي. وأنهت غرفة شركات السياحة الأحد الماضي تسليم الطلبات التي تقدمت بها الشركات لشركة تساهيل المختصة بإجراء البصمة الحيوية، والتي حددت مواعيد للشركات تباعا لإجراء البصمة لحجاجها. ويتم أخذ البصمة مجانا وبدون أي رسوم وعلى مراحل وفقا لكل شركة منعا للتكدس، وذلك استعدادا لإنهاء إجراءات موسم الحج. طيب نشوف تفاصيل اكتر عن موضوع اجراءات الحج والبصمه الحيويه. معانا على التليفون استاذ اشرف شيحه عضو اللجنه العليا للحج والعمره. استاذ اشرف صباح الخير، واهلا بحضرتك معانا، وكلمنا عن يعني كيف تسير اجراءات موسم الحج هذا العام، ومساله البصمه الحيويه يعني كيف تتم بسهوله ويسر للحجاج. طبعا كتير طبعا كتير على المشاهدين الكرام، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. في اطار موضوع التركيبات والتجهيزات لموسم الحج هذا العام، أما البصمه الحيويه قاربت على الانتهاء بالاشتراك مع شركات السياحه وغرفه شركات السياحه مع مكاتب تسهيل، وماشيه بيسر وسهوله. الاجراء الاخر، الجميع دائما يسعى الى نجاح موسم حج بلا مشاكل وبلا عقبات وبيسر تام لاداء هذه الفريضه التي يشتاق إليها المسلمين جميعا. الشركات السياحية بدأت أيضا في حجز أماكن إقامة الحجاج، كل اللي حجاجها، وما كان مفعلا العام الماضي وفقا لقرار اللجنة العليا للحج والعمرة لا يحتاج إلى معاينة من جديد مرة أخرى، ولكن هو مفعل على السيستم. يستطيع الشركة طالما أنها رأت أن الأماكن التي قامت معاينتها العام الماضي وزارة السياحة لم يتم عليها أي تغيير ولم يتم عليها أي نوع من أنواع الشيء اللي ممكن يخلي الوزارة ترفضه، الشيء الجوهري كقفل طريق، كإلغاء مثلا أسانسير، كإزالة مبنى، كإزالة دور، كل هذه الحاجات الأساسية. أما إذا كان العقار المؤجر والمصرح له من وزارة الحج ومن الدفاع المدني السعودي ومن البلدية في مكة، فعلى الشركات أن تكتب تعهد بالتزامها بأنها لا يوجد أي مخالفات أو أي تغيير على مواصفات العام الماضي، وبنموذج العام الماضي والتعهد تقوم بتحويل فلوسها في أمان وتشتغل من خلال المسار الإلكتروني. والجميع في جميع المستويات
سواء بري او اقتصادي او 5 نجوم او 4 نجوم يستطيعوا بكل يسر ان يقوموا بالتسجيل وبانهاء اجراءاتهم وهو متواجدين في مصر دون الذهاب الى المملكه العربيه السعوديه. اما وزاره السياحه واللجنه العليا تستطيع ان تقوم بمطابقه ان ارادت في بعض العينات من السكن العام الماضي، ستستطيع انها تقوم بهذه المطابقه لنماذج من المعاينات في وقت ما يكون المكان مؤهل وجاهز للمعاينه او المطابقه للعام الماضي. اما المعاينات الجديده لاي مبنى لم يتم معاينته السنه الماضيه فيحق للوزاره ان تعينه وان تقره او لا تقره، فهذا يخضع لمعايير تضعها وزاره السياحه المصريه. اما العام الماضي فقائم ومستمر تيسيرا على الحجاج، تيسيرا على الشركات، تيسيرا للوقت وللجهد وللمال للجميع. اكيد. نشكر حضرتك جدا استاذ اشرف شيحه عضو اللجنه العليا للحج والعمره، واكيد بنكون متواصلين معاك في حلقاتنا طوال موسم الحج يعني متابعه اخر التطورات وسير اجراءات موسم الحج هذا العام. نكمل اخبارنا وبنروح الحقيقه لخبر عن نمط سياحي ايضا محتاجين ان احنا نهتم بيه كتير في هذه الفتره، السياحه العلاجيه. بتسعى الدوله المصريه الى تسويق السياحه العلاجيه في البلاد، والتي تنقسم الى السياحه الاستشفائيه والصحيه، لتحتل موقع متميز على خريطه السياحه العلاجيه مما يجعلها مقصد لراغبي الاستشفاء من جميع انحاء العالم، ده فضلا عن تقديم برامج سياحيه متنوعه. خلينا نشوف تفاصيل اكثر ونتعرف على اهم المقومات اللي عندنا للسياحه العلاجيه من خلال التقرير التالي. السياحه العلاجيه تعتبر من اهم انواع السياحه واولاها بالتطبيق والاهتمام في مصر، حيث تنقسم الى قسمين رئيسيين هما السياحه العلاجيه والصحيه. فالسياحة الصحية تعتمد على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي تتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية. أما السياحة العلاجية فتعتمد على توفير بعض العناصر الطبيعية الصحية المفيدة في علاج بعض الأمراض، حيث تتميز مصر بوجود بعض المدن التي تتمتع بكل المقومات المتكاملة اللازمة للسياحة الاستشفائية مثل المياه المعدنية والكبريتية والجو الخالي من الرطوبة المرتفعة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج العديد من الأمراض وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية متميزة. وقد أكدت الأبحاث أن مياه البحر الأحمر تمتاز على وجه الخصوص بمحتواها الكيميائي الذي يساعد على الاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية، وتنتشر في مصر المئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية خاصة في حلوان وسيوة وسيناء وغيرهم، مما يجعل مصر تحتل موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية ويجعلها مقصدا لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم، فضلا عن تقديم برامج سياحية متنوعة. ضيفنا في الاستوديو استاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه سابقا. استاذ وليد صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. اهلا استاذ صباح الخير. اهلا بحضرتك. استاذ وليد، يعني يمكن الخبر والتقرير قبل الفاصل على طول بيتكلم عن السياحه العلاجيه، ومصر بالفعل غنيه بالعديد من المقومات والمقاصد السياحيه اللي مناسبه لهذا النمط السياحي. لو حضرتك يعني حابب تضيف على ما تم ذكره. لا انا عجبني بس ان انتوا استخدمتوا كلمه السياحه الاستشفائيه. لانه العلاجيه قد نكون احنا لسه مش في مراحل متقدمه منها قوي، انه يعني كان بس عندنا اللي هو الموضوع بتاع توران كور اللي هو بتاع فيروس سي، لان احنا تقدمنا فيه فبدا يبقى له سي، بدا يبقى له ناس تدي له بالفعل النتائج بتاعته احسن والتكلفه بتاعته اقل بكتير جدا، تقريبا لا تتعدى يمكن ال 15% من تكلفته بره، مع الفارق ان هنا النتيجه اعلى من اي حته في العالم.
انما السياحه الاستشفائيه اللي هي ممكن الناس تيجي حاجات تانية كتيرة بتتعمل في مصر. ده نمط جديد او هو نمط قديم بس احنا ما اهتمناش ده من بيه، خلال المقاومات الطبيعية، الرمال، المياه. حاجة ربنا مديها لنا هدية بس احنا ما استغلناهاش. يعني احنا في فترة من الفترات قبل كده قبل 2010 كان في تركيز اكتر على اما انها سياحة ثقافية او سياحة شاطئية. التوزيع بتاعت العالم كله انه السياحة الثقافية انحصرت الى انها وصلت الى حاجة 20% من حجم السياحة اللي في العالم. والسياحة الترفيهية اللي هي بقى سياحة الشواطئ أو المؤتمرات، يعني في أنماط كتيرة جدا للسياحة، ولكن احنا يمكن نهتم ماشي. أنا بشوف دلوقتي إن احنا رجعنا لسياحة المؤتمرات، بدأت عندنا على مدار السنة أجندة مؤتمرات. صحيح. طب بالنسبة للسياحة العلاجية، إيه من الأماكن عندنا اللي احنا مش مستغلينها قوي من وجهة نظر حضرتك ومحتاجين إن احنا نهتم بيها في نمط احنا السياحة عندنا ده تحديدا؟ أسوان، أسوان عملية الدفن في الرمل، وفي ناحية سفاجة، وطبعا كان زمان، كان زمان شو أنا بقول، كان زمان حلوان، المياه المياه الكبريتية الكبريتية. وعلاج الصدفية. أتمنى إن يكون في اهتمام، لأنه النهاردة الناس كمان بتدور على نسبة الهايجين اللي هي الـ يعني التعقيم، وإن الحاجة تبقى سليمة ونظيفة، لأن أنا ممكن أبقى جاي عاوز أتعالج من حاجة وما يجيليش حاجة تانية. صحيح. طيب خلينا نستكمل مجموعة تانية من الأخبار. وفي على الشواطئ والمنتجعات الحقيقة بتتواصل حملة توعية لتشجيع الجماهير على المشاركة بإيجابية في إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعني الحملة دي أطلقتها لجنة السياحة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، وفي هذا الإطار شهدت شواطئ الغردقة قيام سائحين بتشجيع المنتخب المصري، وده كان من خلال ارتداء تيشيرت يحمل صورة النجم محمد صلاح دعما للسياحة. وليد، يمكن الغردقة تحديدا بتشهد رواج أكتر بعد زيارة وقضاء أجازة النجم طبعا المصري محمد صلاح في منطقة الجونة، والصور اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي هناك بتروج لهذا المكان. إزاي حضرتك تابعت هذا النوع من الترويج والدعاية المجانية بالنسبة لك؟ طب إيه رأي حضرتك أنا أضيف لك حاجة تانية للي أنت قلتيه ده؟ لا، في الأماكن الثقافية، في يعني زي مثلا لو إحنا داخلين وادي الملوك، ده داخلين نشوف توت عنخ امون ورمسيس تاني، وفي بازارات لازم نعدي على البازارات، من ضمن البازارات خمس ست بازارات حتى الفانيله منتخب مصر وعليها محمد صلاح، هي منتخب مصر وعليها اسم اللاعب اللي هم يعرفوه بره. مش عاوز اقول لحضرتك انه يمكن كره القدم ما هيش رياضه منتشره جدا في الولايات المتحده الامريكيه، او ما هياش معروفه، مع ان هم عندهم منتخب السيدات بتاعهم منتخب كويس قوي، ولكن هي رياضه حديثه عليهم، ومع ذلك الناس عارفين محمد صلاح، يعني لانه نشرات الاخبار في الولايات المتحده الامريكيه بتجيب، وانا بتكلم على الحاجه اللي انا عارفها، فببص الاقي الناس يسالوني، ومصر عندها ماتش قريب، كان كذا مره يبقى مصر عندها ماتش، فبيشتروا كنوع من انواع التعاطف او التشجيع او بيلبسوا، بيشتروا التيشيرت بتاعك منتخب مصر، لما بيجوا يلبسوها، هي كل حاجه ليها يعني رد فعل، لما بيجوا يلبسوها ويروحوا بيها مزار سياحي وهم داخلين لابسينها، البياعين والناس والغفر واللي واقفين وكده بيحيوهم على ان هم لابسين دي، فبداوا بيسالوا طب في لون تاني، يعني انا ما كنتش اعرف حتى انه في لون تاني، اللي بيبقى مصر عندها لونين لفانيلتين. هو بزيارته للغردقه ده نجم عالمي، فنان متابع على فكرة، هو بالنسبة لنا قد يكون محمد صلاح اللاعب بتاعنا المحترف في انجلترا، في ليفربول. لا، بالنسبة للناس ده ستار، ده نجم. صحيح. فبيتابع، ليه فانز وليه انستجرام وليه ناس عاوزة تعرف كان ايه، شرب ايه، عمل ايه، فلما راح الغردقة الناس عرفت انه موجود في الغردقة،
ابتدت تسأل إيه المكان اللي في الصور ده، وابتدت حتى الصحافة العالمية بتهتم بالزيارة وبتحديد مكان التصوير. صحيح صحيح، وإحنا طبعا يعني فخورين بيه جدا، ويعني أكيد بنتمنى له المزيد من التوفيق هو والمنتخب الوطني. هو الحقيقة ما بيبخلش على مصر بالدعاية والترويج المجاني للسياحة. نروح للسياحة الإنجليزية وآخر تطوراتها في مصر. توقعت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة ارتفاع الحجوزات على رحلتها إلى مصر ده خلال الصيف بنسبة 15% مقارنة بالصيف الماضي. كما توقعت الشركة ارتفاع الحجوزات في فصل الشتاء 2019-2020 ده بنسبة 57% مقارنة بالموسم الماضي، وبتعتزم الشركة افتتاح فندقين في مدينة الجونة خلال العام الجاري. طيب أستاذ وليد، يعني السياحة الإنجليزية تحديدا كانت متأثرة مع السياحة الروسية، ويعني يمكن ده بداية عودة. والسياحة الإنجليزية توقفت قبل ما تتوقف السياحة الروسية بعد حادث طائرة. هي سبقتها، لكن كان بعد الحادث، نفس الحادث كان بعد الحادث، بس كان قبل توقف الروس اللي هم أصحاب المشكلة. خليني أقول لحضرتك على حاجة، الإنجليز دايما يعني هم شطار، بيعرفوا يتاجروا بالمواقف كويس جدا، وبيعرفوا ينتهزوا الفرص وازاي يقلل الاسعار او. لكن لما بصوا لقوا ان مصر ماشيه في اتجاه ان هم يمكن ملوش الاسواق في الكام سنه اللي فاتت دي، واحنا في نفس الوقت كان رد فعل غريب جدا انه طيب خلاص متشكرين جدا، احنا عندنا ناس كتيره جت مالت الاسواق، بل بالعكس يا مالتها باسعار اعلى. انت النهارده ما تجيش تقول لي انه مصر هتبقى بلد امن لما تخفض ثمن الرحله 50 جنيه استرليني، يبقى قصه مش قصه امان، ولا قصه انك انت تختلق لي مشاكل، لانه في غيرك بيجي بيقضي اجازه كويسه وبينبسط وبيسافر وبيبعت اهله وقرايبه، والعدد في تزايد. يعني انا مثلا لو جالي من الهند 10 سياح بقوا 100، بقوا 1000، بقوا 2000، بقوا 5، بقوا 10، بقوا 20000، بيزيدوا. ليه؟ لأن word of mouth أو عن طريق الناس بترجع وبتتكلم وتحط صور كويسة جدا وبيتكلموا، وأقدر أقول إن إحنا في الكام سنة اللي فاتت دي عملنا مجهود، لسه مطلوب أكتر. أنا شايف بيشتغلوا على التدريب دلوقتي، وزارة السياحة بتشتغل بمنهجية علمية. صحيح، يمكن ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، مسألة الترويج السياحي في هذه الفترة والأساليب الجديدة. بتطلق هيئة تنشيط السياحة مع بداية شهر يوليو المقبل الخطة التسويقية للسياحة المصرية 2019-2020، وبتعتمد الخطة على تحديث آليات التسويق والترويج عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والأدوات الرقمية، إلى جانب إقامة شراكات جديدة مع قنوات عالمية وتصوير سلسلة أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية. طيب أستاذ وليد، قد إيه إحنا في خطتنا التسويقية في هذه الفترة يعني مواكبين للوسائل الحديثة ومواكبين للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؟ قد إيه إحنا قادرين من خلال يعني هذه الوسائل الحديثة نوصل للعالم كله وللسائحين في مختلف أنحاء العالم؟ شوفي حضرتك، من وقت كأس العالم يعني في وقت كأس العالم كان محطوط شاشات بره بعض من الماتشات الهامة، مش بالضرورة تكون مصر كان بتلعب في الماتش ده، ولكن ماتشات هامة وليها جمهور كبير كان بيبقى محطوط شاشات، وكان في استراتيجية محطوطة بتأجير ساعات معينة بوضع هذه الشاشات، وبيبقى في ليها جوائز بالناس اللي بتقف قصادها واللي بتاخد الصورة بتاعتها وتعمل لها إعادة نشر، بيجي مصر ده كل ده كان ليه مردود، لأن دي تكنولوجيا جديدة حديثة. حاليا النهاردة حضرتك ديستنيشن بتطلع، يعني وجهة سياحية بتطلع من خلال صورة. انت لما محمد صلاح تاني، معلش انا اسف، برجع لمحمد صلاح لما حط صورته في الـ في الـ في الـ على ظهر مركب تقريبا، والناس بدات تسال ده فين، كتب قال انا في الجونه في البحر الاحمر. كل ده صوره بتخلي ناس عندها شغف. انت عند حضرتك امبارح في مصر كان بوتشيلي كان موجود في مصر، كويس، وعندنا الشهر يعني الشهر الجاي ده خلاص احنا هنبدا فيه، واللي بعده عندنا جينيفر لوبيز، عندنا ياني، عندنا فنانين كتيره جدا. الفنان من دول لما بيجي على فكره من غير ما احنا نطلب منه وبيقول لك ايه،
ممكن اروح الهرم، ممكن اروح المتحف. انا بحكم ان انا اشتغلت مع ياني لما جه مصر في حفلته قبل كده في 2015، ياني اللي طلب قال لو سمحت ارجوكوا انا عاوز احضر افتتاح المتحف الكبير. وراح هو مهتم جدا بالسياحه الثقافيه جدا، وكان مهتم جدا وقتها بدقن الملك توت عنخ امون، وطلب ان هو يروح وكانت مقفوله. وهنا ده الذكاء برضو، ان وزاره السياحه ووزاره الاثار في الوقت ده في وقت رهيب في يعني في ثواني، والحكومه المصريه جابوا له التصريح انه يروح ويخش لانه هو هيجذب الكاميرات. صحيح طبعا، ليه متابعين حول العالم طبعا، هو بيعمل لي دعايه بطريقه غير مباشره. صحيح، ودعايه مجانيه بالنسبه لنا كمان. طيب نروح نتكلم عن المتحف المصري الكبير، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع وزيري الاثار والسياحه ومساعد رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لمتابعه مشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير المنطقه المحيطه بالمتحف. طبعا السيد الرئيس بيتابع اول باول تطورات سير العمل في مشروع المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه بعد أشهر في 2020. خلينا نشوف تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد اجتماعا حضره السيد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسيد اللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث أشار السيد وزير الآثار إلى أنه من المقرر انتهاء العمل وافتتاح المتحف نهاية عام 2020. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بهذا المشروع الحضاري العظيم وضمان إدارته وتشغيله طبقا للمعايير العالمية، مشددا على الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع، وبمراعاة إبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية خلال العرض المتحفي، وكذا الالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ وحسن إدارة الموارد. طيب أستاذ وليد، طبعا مشروع المتحف المصري الكبير مشروع واعد وهدية مصر للعالم بالفعل، والترويج ليه بدأ من فترة، وفي كل أنحاء العالم الحقيقة في إعلانات بتتكلم عن المتحف المصري الكبير. أهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر؟ لا، مش بالنسبة لمصر، وبالنسبة للعالم، للعالم كله. حقيقة قلتي كلمة جميلة قوي، هدية مصر للعالم. أنا في 25 يناير 2017 تقريبا كان نقل تمثال الملك رمسيس الثاني مسافة 400 متر لإدخاله داخل مبنى المتحف، عشان ده لازم يخش الأول وبعدين يكملوا البنى. وأنا كان يعني الحظ بحكم أنا مرشد سياحي، فده في تاريخي إن أنا في يوم من الأيام هقدر أقف لو لي العمر جوه المتحف مع السياح وأقول لهم أنا كنت موجود لما ده اتنقل، وأنا كنت الوحيد اللي موجود كمرشد سياحي، بس أنا ما كنتش موجود كمرشد، كنت موجود بصفة مستشار للوزير وبدعوة كريمة من وزارة الأثار. إنما أنا أقول لحضرتك أنه الأغنية بتاعة قناة السويس اللي هي بيغنوا فيها الأولاد بالإنجليزي والفرنساوي، في اليوم ده لما غنوها أو شغلوها بعد الاحتفالية، هي تركب على هنا، دي هدية مصر للعالم، لأنه دي منارة ثقافية على مستوى العالم كله. ده أكبر متحف في العالم يحتوي آثار مصرية، اللي هي خلينا برضو نقول عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، إحنا بلد عملنا يعني عملنا التاريخ وكتب، يعني إحنا اللي عملنا الحاجة الأول واتكتب التاريخ عن مصر. صحيح، يعني مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. إذا ما جاء التاريخ فلك أن تتخيلي المتحف من وراء العقل والخيال. يا مصريين لو تعرفوا قد ايه احنا عندنا حاجه من وراء العقل والخيال تفوق كل متاحف العالم. على فكره مش والله مش بنقول كده عشان احنا مصريين ولا اي حاجه، اليابانيين اللي هم شغالين هناك حتى عندهم حاله من الانبهار بالمرممين المصريين، تفوقوا على نفسهم. النهارده يمكن دي معلومه ما اعرفش من حق اقولها ولا لا، بس برضه هقولها، انه متاحف العالم النهارده بتطالب انه المرممين المصريين دول يروحوا يشتغلوا على القطع اللي عندهم هناك. الايد نفسها ليها ثمن كبير جدا.
العماله اللي شغاله، انت عارفه انه العدد هم طبعا احفاد المصريين القدماء اللي بنوا هذه الحضاره العظيمه. خلينا بنروح من المتحف المصري الكبير للمتحف المصري بالتحرير ايضا ونتابع ايه التطورات اللي بتحصل فيه. شهد المتحف المصري بالتحرير افتتاح مسار خاص لذوي الاحتياجات الخاصه بيضم 12 قطعه، وبتاتي هذه المبادره بالتعاون بين المتحف المصري والمعهد الايطالي للاثار بالقاهره لدعم التراث الثقافي العالمي. طيب نحاول نتكلم عن الموضوع بتفصيل أكتر. معانا على التليفون دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. دكتور حسين صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور حسين، يعني كلمنا عن التطور ده او الخطوه دي انه يكون عندنا مسار خاص بذوي الاحتياجات الخاصه في المتحف المصري بالتحرير، يعني اهميه هذه الخطوه وازاي هي ايجابيه من ناحيه السياحه. طبعا هي كانت متاخره شويه لكن يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فاحنا عملناها في متحف الازهار في مكتبه الاسكندريه كبدايه وعملنا لوحات ثنائيه الابعاد بحيث ان احنا بنهتم بذوي الاحتياجات الخاصه والطائفه اللي هي الخاصه بضعاف البصر او المكفوفين، لان ده شيء مهم جدا في المجتمع ولازم ان احنا طبعا يعني نشعرهم بوجودهم واهميتهم، وفي نفس الوقت ان هم يشاركوا برضو متعه التمتع بالاثار عن طريق اللمس وعن طريق كتابه برايل اللي هم بيحسسوا ولا بيعرفوا المكتوب، علاوه طبعا ان في المتحف المصري في التحرير عملنا اللي هي التجربه الصوتيه بحيث ان هم يسمعوا الكلام الناريشن يعني عن القطع الاثريه في المعلومه تتوصل اليهم بشكل دقيق بحيث ان هم يعني يعرفوا ايه بالظبط اللي بيقراه المبصرين، فده شيء طيب وشيء جميل ونتمنى ان هو طبعا يتم تطبيقه في المتحف المصري الكبير عند الافتتاح العام القادم ان شاء الله. طيب دكتور حسين، يعني احنا معانا خبر اخر يعني كمان عن كشف اثري في الفيوم او افتتاح هرم اللاهون الذي بناه الملك سنوسرت الثاني من الاسره الثانيه عشره، وذلك لاول مره منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر. الهرم طبعا في محافظة الفيوم وتم اكتشافه سنة 1889، لكن الحقيقة ظل مغلق منذ ذلك الحين، والهرم بيبلغ ارتفاعه 48 متر وعثر عند اكتشافه على تابوت الملك دون غطاء ومائدة قرابين والكبرى الذهبية التي كانت تعلو التاج الملكي. يعني دكتور حسين، أهمية هذا المكان الهرم اللاهون في الفيوم وإزاي هينعكس على السياحة في محافظة الفيوم بالإيجاب بعد افتتاحه لأول مرة منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر؟ هو طبعا ده شيء مهم جدا لان طبعا احنا عندنا اهرامات كتيره، طبعا اشهرهم اهرامات الجيزه اللي هي خوف وخفرع من ثوره، لكن احنا عندنا اهرامات الثوره الوسطى اللي موجوده في الفيوم وتحديدا هرم اللاهون بتاع الملك منصور الثاني. فالمنطقه كانت يعني نقدر نقول يعني بعيده عن الضوء وبعيده عن الزياره السياحيه، فالوقتي في الافتتاح الرسمي اللي قامت فيه وزاره الاثار امبارح لهذه المنطقه الاثريه المهمه بعد اضافه للخريطه السياحيه في الفيوم، والفيوم كمان من اقرب الاماكن للقاهره حوالي 80 كيلو يعني مش بعيده، فممكن السائح يقدر يروح يزورها في نفس اليوم ويرجع. فيها اهرامات اللاهون وفيها اهرامات حواره وفيها اثار فريده وثمينه جدا، فالاكتشاف ده يعني نقطه تحسب لوزاره الاثار في هذه المرحله، لان طبعا اهرامات الدوله الوسطى من ضمن تطورات المرحله الهرميه منذ بدانا بناء الاهرامات من ايام الملك دوسر مرورا بنفر وخوف وخفرع منكوره وصولا للدوله الوسطى، فعد شيء مهم جدا واضافه للعماره الهرميه وللسياحه ولمنطقه اثار الفيوم ولمصر الوسطى عموما. بنشكر حضرتك جدا دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه، شكرا جزيلا. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، انتهت فقرة أخبارنا ودلوقتي بنتكلم معاكم عن موضوع الحلقة الرئيسي السياحة الميسرة، هذا النمط السياحي الحديث نسبيا في مصر وأهميته وكيف تكون لدينا البنية التحتية
المؤهلة لهذا النمط السياحي. الحقيقة ده بيأتي في إطار استضافة مصر لمؤتمر السياحة الميسرة في الدول العربية، ده كان برعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية، والحقيقة كان في إقبال كبير في هذا المؤتمر واهتمام كبير بنمط السياحة الميسرة. خلينا نتكلم بداية عن تقييم مصر في هذا النمط السياحي، كيف تهتم به. ولسه معنا في الاستوديو ضيفنا أستاذ وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة سابقا. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ وليد. وفي البداية نتكلم عن السياحة الميسرة، يعني إيه هي السياحة الميسرة؟ هي تقاس حضارة الشعوب باحترامها لذوي الاحتياجات الخاصة، بغض النظر بقى إيه النوع يعني الأعاقة اللي موجودة، إذا كان على كرسي أو إذا كان زي في الخبر اللي قبل كده اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه في المتحف المصري. المتحف المصري كان في صورة معبرة جدا إنه ودير الآثار الدكتور خالد العناني عندما ذهب إلى المتحف فهو قلع نظارته وغمض عينه وبدأ يعيش اللي بيحس بيه. طبعا بتبقى صعب جدا ان الواحد يحس باللي هم حاسين بيه فعلا، ولكن في مجاميع انا بشوفها في المتحف المصري وبيبقى بنتعجب ان هم بمعاهم مرشد، بس مرشد متخصص جدا، وهو بيرسم الصوره الذهنيه في دماغه. النهارده انت يعني قربتي له كمان شويه بتخليه يلمس القطعه ويبدا يحس بيها. كويس. الاكسسبيليتي، انه ازاي يبقى عنده طريقه يوصل يطلع للدور الثاني او يطلع او ينزل للدور الارضي او يوصل للحمامات او يبقى عنده حمام، كل ده مهم جدا لانه بيتعرف. في ناس بره بيقول لك انا بحجز تور لمصر، هل ده بسؤال بيجي لنا، هل ده بيخلي ممكن السائح اللي عندي بظروف معينه يقدر يزور؟ ما بالك لما تبداي تقولي لا انا مصر بالنسبه لي يقدر يزور كل حاجه. فدي شوفي بقى كم العدد السياحه اللي هتزيد عندك للناس دي كان نفسها تيجي ولكن مش عارف. أنا في وقت من الأوقات يمكن من سنة ونص تقريبا سنتين بدأوا يعملوا نوع من أنواع زي يعني تسوية الأرض في معبد الكرنك. الناس مش عاوز أقول لحضرتك اللي مش فاهمة، وهو برضو كل واحد عاوز في مصر أنه قبل ما ناخد قرار نقعد نستشير 105 مليون في قاعدة وناخد آرائهم فيها ونشوف وجهة نظرهم العلمية والبحثية إذا كنا نعمله ولا لا. النهاردة أي سايح على كرسي أو مقعد بيخش يزور معبد الكرنك من اوله لاخره ويخرج بمنتهى الارتياح، ما بعدش بيتلجلج ولا ما عادش الكرسي ممكن يقف او يقع او 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 بقى المكان مؤهل بقى المكان الاستضافة. مؤهل فيه نوع من انواع الاحترام، فبدا يزيد. على فكره بدات تزيد نوعيه السياحه دي. المتحف المصري في التحرير جاب كراسي، يعني حتى هو جاب كراسي، الاسانسير مشغلينه عشان تقدري تطلعي من الدور الاول للدور. المتحف الأقصر كان من زمان جدا عاملين فيه لأربع سلمات، كان يقول لك يا أربع سلمات عاملين لهم، لا ده احترام، ده نوع من أنواع الاحترام، إن أنت عامل زي أسانسير بيشيل الأربع كراسي الأربع سلمات دول، أربع سلمات أنت عاملاه له، ده دليل إن أنت حتى في حساباتك وبتحترمي هذا الإنسان من حقه. فدي سياحة أنا شايف إنها حاجة محترمة جدا إن إحنا ناخد الليد في الكلام ده كله ونبدا، لانه مش عاوزين غيرنا يسبقنا قوي، نظرا لان احنا عندنا يعني حصه ربنا هبانا بيها اللي هي السياحه الثقافيه، فكمان لازم نوظف قدر الامكان هذا النوع من انواع السياحه وهذا النوع من احترام الانسان. صحيح. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن هذا الحدث اللي استضافته مصر، منتدى السياحه الميسره في الدول العربيه، من خلال التقرير التالي. تسهيل كافة الخدمات السياحية لفئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضون للحوادث كانت محوراً للنقاش خلال منتدى السياحة الميسرة في الدول العربية، خاصة وأن الخدمات المقدمة لتلك الفئات لا تتعدى أكثر من 9% من الخدمات السياحية المقدمة حول العالم. إحدى المعايير الأساسية حتى يحصل المستثمر على الترخيص ما يتعلق في ذو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من هذه الفئات. احنا حنضيف الآن أيضا حتى الخدمات في المطارات والمنافذ البرية والجوية والبحرية، أنه يكون هناك بوابات خاصة لهذه الفئة التي تحتاج ما يسمى السياحة الميسرة.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى سياحة ميسرة نحو 1 مليار شخص حول العالم، ويجب النظر إليهم باعتبارهم جزء لا ينفصل عن السياحة، ولا يجب معاملتهم كنمط منفصل. السائح نفسه لما بيجي مرة ويلاقي هذه الإمكانيات ميسرة، سواء نقل، سواء فنادق، سواء مطاعم، سواء كل اللي هي مكونات المتاحف كله، فبيلاقي بيبقى عنده يعني فعلا شعور بالسعادة، وبيجي تاني مرة تانية ومرة تالتة. وفي نهاية المنتدى شدد المشاركون على ضرورة وجود مراكز لتدريب العاملين في المجال السياحي حول كيفية التعامل مع تلك الفئات الخاصة نظرا لقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة. أشرف مبارك، النيل. طيب أستاذ وليد، أهمية استضافة مصر لهذا الحدث، وده يعني في التوعية بهذا النمط السياحي، السياحة الميسرة. من زي ما أنا قلت لحضرتك برضو، ده شيء مهم بالنسبة لنا جدا، إنه هيعمل إضافة. النهاردة السائح اللي كان ممكن بيجي وكان بيقول أنا كان نفسي أجيب والدي أو كان نفسي أجيب والدتي، أصبح ميسر أو عنده من اليسر من المال، فلما يجي يكتشف إن أنا ممكن كنت أجيبهم، على فكرة بيرجع تاني. صحيح بيقال انه النمط السياحي ده بيكون فيه يعني عدد، بيجذب عدد كبير من السائحين، لانه السائح بيجي ومعاه عدد من المرافقين زي ما حضرتك بتتكلم، ما بيكونش لوحده. والله صدقيني جدا. النهارده مصر، يعني مصر لازم برضو نحسب هي ايه. مصر بيسموها بره الجائزه الكبرى. يعني انا اقدر اسافر لو انا في اوروبا، اسافر فرنسا جنبي، اسافر ايطاليا جنبي، اسافر كده، انما عشان بيحوش كويس عشان يجي مصر تبقى رحله العمر. بالنسبه للامريكان بيقول لك انا بحوش طول عمري، عشان كده بيجي لنا من الولايات المتحده الامريكيه سائح كبير في السن شويه. في بعض منهم ما بقاش قادر خلاص، عند ما بيوصل للسن ده ممكن يكون صحيا مش قادر، لكن لما توجدي له الموضوع ده. وعلى فكره في منهم ناس بتيجي بيبقى معاها الكرسي بتاعها اللي هو كمان مش بيتزق، يعني بموتور بيتحرك. انما هل احنا بقى وفرنا كمان اتوبيسات تقدر يبقى فيها الليفت الصغير الاسانسير ده اللي هو بيرفعه ويدخله بمنتهى، لانه في عدد منهم ناس كتيره جدا كمان ما بتقبلش المساعده. طيب خلينا نتكلم عن النقطه دي بالتفصيل استاذ وليد، احنا مدى استعدادنا في البنيه التحتيه وان احنا نكون مؤهلين لاستقبال هذا النمط السياحي؟ بدأ، انا اقدر اقول بدأ بنسبه كويسه جدا على فكره. يعني انا مدة عن مدة بنشوف، طبعا مش هنطلع المتحف الكبير بره، لان المتحف الكبير ابتدى من حيث انتهى العالم، فده معمول فيه كل حاجه. تمام، هنطلعه بره. المتحف المصري من زمان صراحه اتعمل فيه كذا رامب بحيث ان تقدري تخشي وتطلعي، لكن كان المشكله في الطلوع للدور الثاني. بعد كده تم توفير الاسانسير، هو اي نعم قديم شويه ولكن تم اصلاحه وعمل له صيانه، فبيقدر ياخد السائح من فوق لتحت. الفنادق والمنشآت السياحية، عدد كبير جدا اقدر اقول من الفنادق، لانه لو اسم عالمي ما بيدولهمش الترخيص ولا بيوافقوا يحطوا اسمهم على المكان الا لما يبقى اكسسبل كل حتة. يعني ما تقدريش تقولي له بس الجزئية دي مش ينفع تروحها، ما بيحطوش اسمهم على الفندق. على فكرة ده شيء مهم جدا، وزي ما قلت لحضرتك ده بيقاس بنسبه تحضرنا احنا، انه مثلا مش عاوز اقول فين احد الفنادق مثلا بالقرب من الهرم، ممكن توصلي للمبنى لكن مش ممكن توصلي لمكان الفطار، لا اتعمل عربيات بتنزل وسكه بتودي ومكان، لا ما تحطنيش ما تجبرنيش ان اركب عربيه الجولف، لانه عشان اركب عربيه الجولف ناس هتشني وناس هتحطني واشيل لي الكرسي واودي، لا بقى لي طريق انزل انا بمعرفتي من اوضتي لحد الفطار وارجع. فدي دي دي كلها تسهيلات. احنا حاليا كويس قوي كويس، يمكن عندنا حاجات بسيطه لسه بتحكمنا، مداخل بعض المناطق الاثريه في الهرم معموله متوفره، بس الرامب صعب شويه، فلازم ده لطبيعه المنطقه ولا احنا لسه ما اهتمناش بيها؟ ده لطبيعه المنطقه. لا لطبيعه المنطقه حرام. وده معمول من مده، عشان بس برضه ندي كل واحد حقه. لا معمول من مده، لكن في بعض المتغيرات النهارده حصل عندنا في العالم كله، الا وهي عمليه التفتيش. يعني كان زمان بيبقى من النواحي الانسانيه انه ضابط الشرطه بيقول لك لا، لو معاك حد مثلا حاله انسانيه او كده او مقعد او لا خليه. انما النهارده هو مجبر لازم يقوم بعمليه التفتيش. فعشان انزله وادخله واطلعه المنطقه نفسها، انت بتزوري هرم
الهرم نفسه لما اتعمل ما كانش معمول في حساباتهم، لانه مش معمول انه يبقى فيه زياره من الداخل. اكيد طبعا. فدي يعني بعض من الاشياء كده بيتم المراعاه. احنا يعني زي ما بقول لك ايه، جايين في السكه، انما في تطوير بيحصل، في حاجات ملموسه بتتعمل. ابني راح الاستاد، قال لي يا بابي عاملين حسابهم لكل حاجه. ده صحيح، احنا فعلا شفنا الصور اللي بتوضح الكلام ده، انه يعني الوسائل ميسره لذوي الاحتياجات الخاصه ان هم يشاركوا ايضا ويشجعوا. وبعدين السائح مهم جدا ان ما اهتمش ان هو الفندق والمزار السياحي، لا انا لازم اهتم ان هو بعد الظهر عاوز ينزل ياخد فلوكه في النيل، لازم احسب هينزل من عربيته ازاي، هينزل الرامب ازاي، هيخش على الفلوك. من حقه يركب فلوك على فكره. اللي بيجي مصر اقول له لا انت تعمل بس زور الهرم وزور المتحف بس ما يركبش فلوكه، لا لازم يبقى عندي الفلوكه، المطاعم الاسواق خان خليلي لازم يبقى عنده كل حاجه ميسره بالنسبه له. مش كده يمكن بيستخدمونا كلمه ميسره، كل حاجه بالنسبه له سهله. كل المطاعم بره، في مطاعم بتكسب لما بتكون موفره الحاجه دي بغض النظر جاله سايح محتاجها او زائر محتاجها او مش محتاجها. زي ما قلت حضرتك تقاس حضاره الشعوب باحترامهم لهذا النوع. صحيح. طيب استاذ وليد، بما ان احنا كنا مستضيفين هذا الحدث هنا في مصر، المنتدى السياحه الميسره في الدول العربيه، ازاي نقدر نزود معدل السياحه الميسره دوت بين الدول العربيه وبعضها؟ هتزيد، هي بتزيد اوريدي، ولكن انا بقول لحضرتك هتزيد ليه؟ لانه ممكن نتكلم بالمسميات على طول. اذا كان في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات، وأنا شفت بنفسي في الكويت، في دولة الكويت هم أوريدي ما بيعملوش الحاجة إلا وعاملين حسابهم على الموضوع ده. الإمارات كان نفس الحكاية، بس خلينا نحسب إن البلاد دي كانت بتبني يعني قريب، مش من بعيد. أنت عندك الحاجة بعيدة شوية، ومع ذلك حاليا بيحصل عمليات تعديل في كل حتة، في كل المزارات السياحيه في مصر محطوط في الحسبان، وخطوه بخطوه احنا جايين. احنا الدنيا يعني ما بنتولدش بنمشي، بناخد وقت بنحبيه وبعدين نتعلم المشي، فاحنا جايين وماشيين بخطوات الى حد ما انا شايف انها مرضيه جدا وكويسه جدا. توفير بقى الخدمات في انه يبقى في وسيله نقل عام او مترو او يعني انا شفت في نيويورك، وقفت بقول لحضرتك ذهول الاتوبيس، هيئه النقل العام بيقف، محدش بيتكلم، محدش بيقول احنا مستعجلين، يلا بينزل هي الحديده اللي بيخش عليها الراكب، بيقوم السواق المكان بتاعه فاضي بالكرسي بتاعه، وبعدين بيربطه مش بس يخش يركب كده، وبيربط له كرسي. كل ده حاجه تدعو ان انت تقفي تتفرجي وتقولي يا دي حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا، وتحترمي احترامهم بهذا النوع. هذا النوع سمعنا في التقرير بيقول في حوالي 1 مليار في العالم هيستفيدوا منه. مصر من الدول اللي هتبقى رائده في الموضوع ده. صحيح، بما انها دوله سياحيه يعني كبرى. استاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه سابقا، بنشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقه النهارده. شكرا. مشاهدينا بنشكركم ايضا على المتابعه، والاسبوع القادم حلقه جديده من المجله السياحيه. الى اللقاء.